وي السلام عليكم. حنا مويداديه اندلسيا بيتش اللي هي وداديه المشروع ديالها منطلق انطلاقا من 2012 2013 على اساس ان يكون ناخذ الشقق ديالنا في 2017. لحد الان باقي ما خدينا الشقق. لماذا؟ لسبب بسيط، هو ان طحنا في واحد المافيا ديال العقار، الناس اللي داروا امتهنوا هذا المجال لان فيه فراغ قانوني، والدولة كتعرف بأن فيه فراغ قانوني، ولكن من الأسف باقي ما بغاوش يسنوا قوانين اللي تحبس الطريق على هذا النوع ديال المرتزقة. إذا حنا المشروع ديالنا بدا في 2013 على أمل أن ناخذوا الشقق ديالنا في 2017. اللي طرا هو هاد الناس هادو لونساو بروجي واحد آخر، وبداو كياخذوا منا من الناس اللي كيبغيو يشريو من الشقق في المشروع ديالنا، كيقول لهم ما بقاوش الشقق وكيديوهم للمشروع الاخر، وداروا عاوتاني مشروع واحد اخر الى اخره. اذا حنا صبرنا عليهم حتى 2017، مورا 2017 صبرنا عليهم، قال لك لا واحد الاجتماع ديروا زياده ديال 30000 درهم لان الاثمنه ديال ذاك التقويم اللي كان في الاول ديال لوكو تغير، باش ما نديروش العقده في المنشار زدناهم 30000 درهم على اساس انه كان 2018 يعطيونا الشقق ديالنا، 2018 2019 والو. كنا كنجتمعوا كمنخرطين كنتسائلوا كيف اش نديروا، درنا ما درنا، درنا معاهم اللجنه ديال الوساطه تكونت منخرطين لانهما كمكتب فقدوا الثقه ديال المنخرطين، وبالتالي ما يمكن لهمش يزيدوا للقدام، ولو انه كيتهمونا اننا حنا ضد المشروع. وهذا يعني كتضحك لان انا كنقلب غير على الشقه ديالي وهاد الناس كاع اللي واقفين دابا كيقلبوا على الشقق ديالهم. قلت بانه درنا معاهم لجنه ديال الوساطه، قنعنا المنخرطين لانه كنعرفوا بان وداديه المداخل ديالها كيجيو منخرطين، وبالتالي الا المنخرطين ما بقاوش كيأديو المنخرات ديالهم فهادي توقف، حنا عارفين هاد المساله. درنا مجهود قنعنا المنخرطين على اساس انه نعطيو فرصه ثانيه للمشروع، للاسف استحمرونا، ما قدروش المجهود اللي درنا، وبالتالي وصلنا للقضاء. لا يؤس اللي يؤسف له هو ان دقينا على جميع الابواب ديال السلطات في المغرب، لا السلطات القضائيه، لا السلطات الرسميه، لا الولايه، لا وزاره الداخليه، لا النيابه العامه، لا اللي يؤسف له الجميع عارف القضيه، حيت كندقوا على الابواب كيقول احنا عارفين ويؤسف الى اخره، ولكن للاسف حتى شي حاجه ما كدار. وهذا الحقيقه احنا غير بالمناسبه خصكم تعرفوا بان هذه الوقفه دار تزامنا مع وقفه ديال المغاربه العالم اللي دايرين وقفه امام السفاره ديال المغرب باريس. هاد الناس هادو اللي عنصر اساسي في الاقتصاد الوطني اللي كيدخلوا العمله للبلاد في هاد الظروف الصعبه، فللاسف مدمرين بزاف لانه حتى هما كيحسوا ان حتى شي واحد ما باغي يسمع لهم. اذا هاد الوقفه هي تزامنا مع وقفه كبيره ديال المغاربه العالم امام السفاره ديال المغرب في باريس. نتمنوا من هذا المنبر ان السلطات يتحملوا مسؤوليتهم، حنا كنطالبوا فقط ان السلطات تحرك وتعطي كل واحد حق حقه. حنا كننتظروا من السلطات القضائيه انها تفتح بحث في هذه المسائل، إذا كنا كنفتريو شي حاجة على هاد الناس فأنهم يديروا بحث. حنا طلبنا من المحكمة أن تدير افتحاس مالي، فإذا بها كياخذوا قرار ديال عدم الاختصاص. هذا للأسف حنا عندنا ثقة في القضاء، ولكن هذا القرار اللي تخاد يعني حبطنا بزاف. نتمنى أن القضاء، حنا ما جيناش اليوم باش نأثروا على القضاء، جينا فقط أن القضاء يتحمل مسؤوليته، وبالتالي كنتمناو أن الميساج ديالنا والخطاب ديالنا يوصل لهاد الناس هادو. حنا بغينا فقط حقنا، ما كنتعداو على حد، ولكن اللي يمكن لي نقول لك وهو أن في هاد العواشر حنا هاد الناس هادو دعيناهم بعد الله، دعيناهم الله، دعيناهم الله أكبر العادلين، وراه حقنا غادي ناخذو بغاو ولا كرهوا. وشكرا ونتمنى التوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله. تحية لأشواقع تفاد التغطية الإعلامية. هذه الوقفة هذه كتجي اليوم تضامنا مع الوقفة اللي كاينة في باريس ديال مغاربة العالم اللي كيحتجوا على مافيا العقار.
الاخ اللي كانت كيتكلم في هذا اللي كان كيتكلم اللي كان عاطي التصريح ديالو اللي هو كينتمي لوداديه بن مسيك اللي هي مشروع اندلسيا بيت، كنلقاو ان نفس الاشخاص اللي كيسيروا هذا المكتب هذا هما اللي كيسيروا الوداديه ديالنا حنا اللي هي وداديه هي وداديه اندلسيا، مشروع بيرلا اندلسيا. اربعه ديال الاشخاص، ثلاثه منهم موظفين عموميين، واحد منهم قاضي كان رئيس محكمه سابق. انا يا ممكن تطرح لي السؤال تقول لي واشنو علاقه القاضي انا يا اي مشكل غيوقع لي غنقول القاضي هو اللي تعرقل لي المسطره. هذا هو يعني نكون راني صائب ولا غير صائب، لان حتى الماده 38 ما كتفعلش هنايا. مشينا دقينا الباب ديال المجلس على القضاء باش يتدخل في هذا الموضوع هذا، لما باقي ما كنشوف والو، بان القاضي باقي وسط من المكتب المسير وباقي كيدير التدخلات ديالو، هو الناطق الرسمي، هو داخل هذا المكتب هذه المكاتب بجوج صفه تاع مستشار. ممكن واحد اخر غيسمع مستشار غيعتبره بلي راه كياخذوا عنده استشارات قانونيه. الى رجعنا للقانون الاساسي ديالنا حنا ديال الوداديه ديالنا كاش كنلقاو فيه بان المستشار في حالة إقالة أو استقالة أو وفاة أي عضو من أعضاء المكتب هو اللي كينوب عليهم. واش هذا كيبقى يعني عنده استشارة قانونية ولا راه هو مول المشروع؟ هاد الناس هادو راه ماشي، حنا ماشي ضد الوداديات، ولكن راه الدولة كتحمل واحد المسؤولية كبيرة. كيف يعقل أن واحد المكتب ديال الودادية جا اليوم أسس واحد الودادية وما كيلتزمش مع المنخرطين ديالي، علاش تعطيه عاوتاني رخصه اخرى باش يدير مشروع اخر؟ اربعه الاشخاص، ثلاثه منهم موظفين عموميين، واحد استاذ وواحد موظف ديال الجامعه ايشير 5، عنده سياره فارهه مرسيدس كلاس اس كدير 80 مليون. كيف يعقل واحد ايشير 5 يا عباد الله؟ واش واحد ما كانش عنده ولا كيتهجم على عباد الله ولا كيقول لك انا عندي نفوذ انا عندي كذا انا عندي حيط صحيح واقف عليه؟ شكون هو الحيط الصحيح؟ واش هاد البلاد بلاد السيبه؟ واش هاد البلاد هادي ما بقوش عندها شنو؟ ما بغيتش نقول شي كلمه اخرى. هاد الدوله خصها تدخل، حلت الباب ديال الوداديات خصها تدخل، خصها تحمي المواطنين. شكون اللي غيحمي؟ الا ما غتحميناش حنا الدوله شكون اللي غيحمينا؟ انا كندوي كمهاجر مغربي، شكون اللي غيحميني؟ انا ما عارفش، انا جيت لقيت باب وعباد الله كتجي كتدخل المكتب ديال الوداديه كاتبين فيه مكتب البيع، والسلطات ما كتشوفش كتجي غير يا جوره كيجي يوقف عليك المقدم. علاه هما ماشي علم بهذا الشيء اللي راه واقع؟ المكتب ديال هذا المكتب تاع الوداديه بالمشاكل ديالو وانتهت الصلاحيه ديالو ومازال تيمارس المهام. انا كنرجع، ما عمرهم داروا جمعان ما عمرهم داروه، دابا المده ديال 8 سنين. تاريخ تأسيس الودادية كان في 2013 لدابا. الودادية ديالنا كتكون من ثلاث أشطر، سلمونا واحد الشطر الأول فواحد كارثة لاست ستيب واقفة دابا. مشينا دقينا الباب ديال العمالة باش يدخلوا، لأن أنا كتهمني المصلحة ديال البلاد هي الأولى، لأن تما كيلوت البيعة. هذيك لاست ستيب ما خداماش، هذاك الما فين غيمشي؟ هاد الودادية هذيك كتواجد بالمنصورية، يعني العمالة تاع بن سليمان. راه الودادية تما، راه هادوك. انا شو انا ما نقولش وداد، هادوك ما في العقار، ناس عندهم الفكرة انهم عندهم فكرة ديال العقار، هما ما في عقار، عندهم فكرة ديال البناء. اش ما عندهمش راس المال، اختاروا هاد الفراغ القانوني اللي كاين في الوداديات واستغلوه ومشاو هسوا الوداديات ودايرين ما بغاو في الناس. عندنا واحد الاشكاليه، كنا اسسنا السانديك ديال الشطر الاول وبنينا واحد البيت نديروا فيه لي ماتيريال ديالنا، جا الباشا يبو لينا. انت الباشا ساق الخبر بلي عندنا بيت، واش هو ما عندوش العلم بلا الناس ديال الشطر ثلاثه راهم ساكنين بدون رخصه السكن؟ يعني هنايا كنشوفوا بان كاين تحالف ما بين السلطه والمال. هادشي اللي هاد هنا فين غيدينا انا الاتجاه، ما ولو يكون عندي مثلا شي راي اخر هنا الاتجاه ديالي هنا فين غيمشي، حتى تكون عندهم كاع حسن النيه، الاتجاه ديالي هنا فين غيمشي. كاين تواطؤ ما بين المسؤولين في المنطقه ديال المنصوريه واصحاب الوداديات، مافيا العقار. هاد نرجعوا حنايا، حنا كنعرفوا
القانون النظام الاساسي ديال القضاة كيمنع على قاضي انه يكون في ودادية غير ودادية مهنية. حنا كنلقاو ان كاين قاضي ودابا قاضي ولا هو كيف قلت لكم كان عنده منصب ديال رئيس نيابة، رئيس ديال رئيس محكمة. انا عندي مشكل مع هذا المكتب هذا اللي كيتواجد فيه عضو ديال رئيس محكمة. فين غنمشي؟ غنمشي نمشي للمحكمة. واش يمكن القاضي يحكم لي انا؟ ما يمكنش. والرئيس محكمة غيحكم لي انا؟ ما يمكنش. يعني هنا كاش كنلقاو؟ كنلقاو دوبل فونكسيون، كاين انت يا هو الخصم وفي نفس الوقت انت هو الحاكم. ما يمكنش. غتقول لنا مشي علاش ما دقيتوش البيبان؟ مشينا للمجلس الاعلى للقضاء، مشينا ليه دقينا وبلغنا بهم بالله راه كاين قاضي. ولو يكون هذا القاضي خدام تما مزيان، انا غادي نقول بالله راه كاين تواضع، بالله راه السيد هو اللي كيعرق لينا المساطر ديالنا. اخرى كاينه واحد الحادثه كانت وقعت اللي كان من الموراء ديالها هو الكاتب العام اللي هو الموظف ديال الجماعه، اللي هجم اللي تهجم اللي نسيبه واخوه واخته وامه تهجموا على واحد المنخرط، كان تهجموا عليه بالسيوفه، تهجموا عليه بالسيوفه اللي كان تعرض لمحاوله قتل. لدابا باقي الدوسي غارق تما عند لي جوندارم. باقي واش هاد الناس هادو محطوطين تما باش يخدموا المواطن ولا يخدموا واحد جهه معينه؟ كاينين فيديوهات انتشرت في العالم كامل شافها. واش تما يا تما واحد المنخرط حتى هو كان تعرض، الزوجه ديالو تعرضت، لا وقع عليها اجهاض، انا ضاع عليها الجنين ديالها، والدوسي تما يبقى واحد المده ديال 6 شهور في الرفوف ديال رجال الدرك الملكي في المنطقه. شكون اللي كيتحمل المسؤوليه هنايا؟ يعني الناس ما كديش خدمتها، الناس محطوطه تما عندها واحد المهمه خاصها تكمل، هذيك المهمه خاصها تكمل. واللي هضر على حقه راه النصيب ديالو كيكون هو السيوفه. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.